راح نرجع لك استاذ بسفر، بس معنا الان مداخله مع الزميله نوره الشهري، اكاديميه تربويه وكاتبه راي ونائب الرئيس لجمعيه تمكين التعاونيه. حياك الله استاذ نوره. حياكم الله جميعا. في البدايه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في البدايه احييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر قناة الرسالة على هذه الاستضافة الجميلة التي توضح دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف استراتيجية المملكة 2030. الله يعطيك العافية. أستاذة نورة، أنت مهتمة جدا في موضوع التطوع، وأبغى قبل أدخل التطوع بعرف تمكين وش تقدم وش الدور الرئيسي المناط فيها؟ طبعا جمعية تمكين التعاونية للتدريب والاستشارات والبحوث هي جمعية شاملة لدعم الأفراد والمجتمع في جميع المجالات، سواء الأكاديمية، التدريب، في مجال التطوع، في مجال الاستدامة والابتكار، دعم الموهوبين، دعم المجال التقني، أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي. سنرحب أيضا بأي تعاون أو مشاركات مجتمعية تدعم المجتمع ونحقق من خلالها الأهداف التي تسعى المملكة بتعاون الجميع في تحقيقها. أستاذة نورة، هل في قصة نجاح تحضرينها منذ بدء تأسيس الجمعية لكم نقدر نحكيها للمشاهدين؟ قبل انضمامي للجمعية كان لي مشاركات كثير يعني مجتمعية وأكاديمية وتربوية. مثلا اشتركت أو تعاونت مع إحدى الجمعيات التي تهتم بالتشجير، أو هي مبادرة الرياض الخضراء، في أنها تستقطب التطوع من الطلاب والطالبات في المدارس. ممتاز. بحيث تحسب لهم ساعات تطوع، خاصة المرحلة الثانوية الآن يحتاجون إلى ساعات تطوع لإتمامها عند التخرج من المرحلة الثانوية. روعة. عند تواصلي مع هذه الجمعية اتفقنا على يوم معين يتلقى من خلالها الطالبات كيفية التشجير، كيفية تخصيص مكان في التربة لزرع الشتلات، كيفية الاهتمام بها، وقاموا بزراعة بعض الشتلات في فناء المدرسة لأن في الفناء كان شبه فارغ من الأشجار. وأيضا عملوا على فكرة التدوير المياه اللي هي العبوات والقوارير، بحيث انها لا يتم رميها، وانما استخدام هذه المياه الموجودة متبقية في القنينات في وضعها لري هذه الشجيرات. جميل، جميل جدا. فلذلك حصلوا على عدة مهارات، مهارات التشجير، مهارة التوعية بأهمية الرياضة الخضراء وتعاوننا مع الجهات الحكومية والجهات اللي هي القطاع الغير ربحي اللي هو دعمنا في هذا الموضوع. أيضا استفادوا بأنهم هم أيضا نقلوا هذه التجربة للبقية، فأصبحوا مدربات للبقية في التي لم ينضمن مثلا إلى هذه المجموعة، فقاموا بتدريبها وبالتالي حصلوا على شهادات شكر وساعات تطوع كافية لإتمام ما يتبقى من مهام. أستاذ نورة، بحكم أنك أكاديمية وتربوية، وين تشوفين مستقبل التطوع مع رؤية 2030 في المملكة؟ التطوع أصبح شيء أساسي في تطوير المملكة، وأيضا لإكساب الفرد المهارات الناعمة التي يحتاج لها من الآن. الآن طلابنا وطالباتنا الجيل الجديد هم أساس المستقبل، فلابد أن يكون هناك مبادرات من هذه الجمعيات لتجهيز هذا الجيل للوظائف. فعلى سبيل المثال، لو نظرنا الآن إلى مسميات جديدة في مجال التوظيف، منها المهارات الناعمة، المهارات التقنية، دخول الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الحياة، يعني أصبح يساند الإنسان ولكن يحتاج إلى توجيه. نحن لا نطلق عليه ذكاء اصطناعي معنى أنه هو يعرف كل شيء، لابد من توجيه البشر، توجيه الإنسان لهذا الذكاء إلى أين يتوجه. بالتالي لابد أن يكون هذا الاتجاه إيجابي يساهم في تنمية الفرد وبالتالي تنمية المجتمع. بالنسبة للتطوع بشكل عام، عندنا المجال التقني زي ما قلنا يعني، والابتكار ودعم الموهوبين والمبتكرين هذا شيء أساسي.
وأيضا توجيه الجيل إلى النظر للوظائف القادمة بمسمى الوظائف الخضراء أيضا. إلى ماذا تدعو هذه الوظائف الخضراء؟ تدعو إلى الحفاظ على البيئة، الاستفادة من مواردها، التقليل من الهدر، الملوثات والهدر أيضا، كيفية التدوير، كيفية يعني يصبح الإنسان في مهمته صديق للبيئة وليس كودائم للبيئة. أحسنتي، شكرا لك أستاذة نورة الزهراني على الشهري، عفوا، على هذه المداخلة والإثراء اللي أثرتين إياه. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.